رئيس الوزراء يرحب باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية. والرئيس الأمريكي يشيد بأداء بلاده الاقتصادي ويؤكد أن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين بات وشيكا. وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ الطلب العالمي على النفط اعتبارا من 2025 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية. مشاهدينا اهلا بكم في نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل والى التفاصيل، حيث رحب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، متمنيا التوفيق للاتحاد في القيام بالدور الذي يتطلع اليه في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والمستشار سمير زبدية امين عام الاتحاد. خلال اللقاء تم استعراض خلفية تأسيس الاتحاد ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم في القضايا الاقتصادية والتجارية، كما تم تسجيله في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة، خاصة على الصعيدين التجاري والصناعي، حيث شهدت تطورا ملموسا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار، بزيادة قدرها 43 مليون دولار. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزارة مع الدكتور سيريل أنون سفير ألمانيا بالقاهرة. تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. ذكرت وزارة الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ترتفع إلى أكثر من 4.8 مليون طن حتى الآن. وأوضح التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية الذي تلقته الوزارة من الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى السادس من نوفمبر الجاري. ذكرت أن الصادرات بلغت 4,895,604 من المنتجات الزراعية، بزيادة بلغت 173,557 طنا عن نفس المدة من العام الماضي. في ضوء الاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، إذ تعد القناة أهم ممر ملاحي في العالم، ووصلت إيراداتها في العام المالي 2018-2019 إلى 5.8 مليار دولار. للمزيد من المتابعة معنا من المارينا الجديدة بالإسماعيلية مراسلتنا أمل صبري. أمل أهلا بك معنا، كيف تتابعين استعدادات الاحتفال بمئوية قناة السويس؟ وخاصة أنها تعد من أهم المشروعات القومية العملاقة. التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. بالفعل تستعد حاليا هيئة قناة السويس وتعمل على قدم وساق للاحتفال بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس. يمكن لنا كان لكاميرا النيل الأخبار جولة في عدد من النقاط الواقعة على قناة السويس. منذ قليل تحدثنا من منطقة مارينا الجديدة بشرق القناة بمحافظة الإسماعيلية، والآن نحن نتحدث من نقطة أخرى وتحديدا من نادي الشاطئ والمعروف باسم نادي الدنفا، حيث الاستعدادات التي تتم للاحتفال بمرور 150 عام على أحد أهم المشروعات الضخمة التي قام بحفرها المصريين بعرقهم ودمائهم حتى يستفيد منها على مر عقود طويلة العديد والعديد من الأجيال. هيئة قناة السويس كما تعلمين تضم العديد من الإدارات ومن ضمنها إدارة التخطيط والبحوث، ويسعدني أن يكون لي هذا اللقاء والمهندس ممدوح حسن مدير إدارة التخطيط والبحوث. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم في إسماعيلية وفي قناة السويس بصفة خاصة. يعني كل سنة وحضرتك طيب بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس، لكن خليني أتحدث عن
الوحدة أو إدارة الوحدة الاقتصادية، وهي إحدى الإدارات التابعة لإدارة سيادتك. تكلمني عن هذه الإدارة، أهميتها، انعكاساتها على الاقتصاد. الحقيقة الوحدة الاقتصادية بإدارة التخطيط فيها مجموعة متميزة من أصحاب الخبرات والشباب المتميز في النواحي الاقتصادية وخصوصا الاقتصاد البحري. دول بنسقلهم دايما بالتدريب المستمر وبحضور الندوات والدورات، بيتابعوا باستمرار التطور في التجارة العالمية، في الاقتصاد العالمي، في معدل النمو، وبيقيسوا كل الأرقام ديت واللي بيحصلوا عليها من الدوريات، وبيدرسوها ويتدرسوها علشان يقدر يحدد إيه اللي هيعدي من قناة السويس وإيه اللي يقدر نجذبه بطرق تانية. نعم، يمكن هناك العديد من الإدارات أيضا التي تضمها تحت رئاسة سيادتك. أي أقسام تانية؟ قسم المعلومات. نعم. وده بيحدد جميع المعلومات زي أرقام الملاحة والإيرادات لقناة السويس والبيانات التانية الأخرى وتحليلها، ودي أهم نقطة في الموضوع. في قسم الأبحاث أو قسم مركز الأبحاث، مركز الأبحاث ده بيعمل جميع التصميمات اللي موجودة لقناة السويس والتطوير اللي مطلوب للأعماق والتربة والتكسيات اللي موجودة في قناة السويس. باشمهندس، يعني إيرادات هيئة قناة السويس أو قناة السويس تحديدا حققت أرقام قياسية، يمكن العام المالي 2018-2019 وصلت إيرادات القناة لنحو 5.8 مليار دولار. يعني كلمنا عن الجهد اللي بيبذل للوصول لهذه الأرقام. والله يا فندم، الجهد اللي بيبذل للأرقام ديت الدراسة المستمرة لمتابعة السوق الملاحي، الاتصال بالشركات الملاحية وبالعملاء اللي موجودين لينا، ودول بنقدر نتابع وبنديهم حوافز زي المنشورات اللي بتحصل، بتيجي تخفيضات للخطوط الطويلة اللي بتيجي اللي المفروض انها ممكن تعدي عن طريق رأس رجاء الصالح او قناة بنما، وبنتابع الأخبار دي كلها وبنديهم حوافز معينة بتخفيضات معينة عشان نقدر نجذبهم. احنا بنشكر سيادتك. شكرا. تحت امرك يا فندم. تحت امرك. يعني كما تابعنا أعزائي المشاهدين جهود حثيثة تقوم بها هيئة قناة السويس بكافة إداراتها وأقسامها حتى تخرج القناة بأفضل شكل وبأفضل صورة وبأفضل إيرادات يمكن أن تحصلها لجمهورية مصر العربية، خاصة أن القناة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لجمهورية مصر العربية، أيضا هي أحد أهم الممرات الملاحية والمائية حول العالم. نعم، زميلة أمل صبري من مقر القناة في السويس، شكرا جزيلا لك. نتحول للبورصة المصرية والتي أصدرت قرارا يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل لمالك الوثيقة، وذلك من خلال نفس ذات المؤسسة. أوضحت البورصة كذلك أن تلك الخطوة تأتي بعد إقرار الهيئة لها استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كإحدى الآليات التي تسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق. اتجهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي نحو المنطقة الحمراء قبيل ختام التداولات، متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين العرب والمصريين، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو مستوى 730.5 مليار جنيه. للمزيد من المتابعة حول أداء البورصة المصرية اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أمال سليمان الخبيرة الاقتصادية. أستاذة أمال، أهلا بك معنا. في البداية، هل جلسة اليوم ووجودنا في المنطقة الحمراء هو هبوط طبيعي لمجرد التقاط الأنفاس بعد الجلسات المتتالية للصعود، أم ماذا برأيك؟ اهلا بيكي. هو هبوط النهارده يعني هو كان متاثر بالحديث بتاع الرئيس الامريكي في من المخاوف من الحرب التجاريه بالامس. يعني احنا رغم الهبوط النهارده وجلسه يعني ما كانتش ايجابيه، بس عندنا ال 14% ده دعم وقفنا عندها النهاردة، ومتوقع ان احنا نرتد بكرة. نعم. هي جلسة النهاردة رغم انها يعني على مدار الجلسة في بياع وكده، بس ظهر في اخر 10 دقائق مشتري صعد بالاسهم لمستويات يعني اعلى من كل التداول، في اسهم كتير حصل فيها كده،
فده برضو بيبشرنا وبيأكد الرؤية ان ال 14600 ان شاء الله تتكسر وبكرة ان شاء الله السوق هيرتفع. نعم، إذن هناك توقعات بالارتفاع في جلسة الغد، جلسة نهاية الأسبوع، نأمل ذلك. وشكرا جزيلا لك الأستاذة أمال سليمان، خبيرة الاقتصادية. نتحول إلى الولايات المتحدة، حيث قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لن تكون هناك أي تعديلات في الرسوم الجمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصين. وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قريبة من توقيع المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة مع الصين. على جانب آخر، جدد ترامب انتقاداته للسياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، كما جدد انتقاداته لسياسة البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، متهما إياه بالتسبب في إضعاف القدرة التنافسية للولايات المتحدة أمام دول أخرى، وداعيا لأسعار فائدة سلبية. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أشاد بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري مع الصين لا يحظى بموافقة الأمريكيين، في حين حمل القطاع الصناعي بالولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر وإلحاق الضرر بالشركات وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار. بالرغم من مرور 16 شهرا على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة، لا تزال الضبابية تخيم على المفاوضات التجارية وتؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي. فبعد كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، قال ترامب إن الاتفاق قد يتم قريبا، إلا أنه في الوقت نفسه لوح بفرض زيادة إضافية على الرسوم إذ ما تعثر تطبيق الاتفاق. الرئيس الأمريكي أشاد بأداء بلاده الاقتصادي، مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري لا يحظى بموافقة الأمريكيين، في حين حمل القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الحروب التجارية التي يخوضها مسؤولية تعريض الوظائف المحلية للخطر وإلحاق الضرر بالشركات وتحميل المستهلكين أعباء ارتفاع الأسعار. لكن تقريرا أصدره بالتزامن ميناء لوس أنجلوس ناقض بشدة ما يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب على جبهات عدة، مشيرا إلى أن الحرب التجارية تهدد نحو 1.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة. وكان إعلان ترامب الشهر الماضي قرب التوصل لمرحلة أولى من الاتفاق قد انعكس ارتياحا لدى الشركات الأمريكية، إلا أن أي تفاصيل لم تكشف، كما أن أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق، مما يثير لبسا لدى المستثمرين. فالاقتصاديون يحذرون بأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من التداعيات السلبية للحرب التجارية، كما حذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تقتطع 8% من نمو الاقتصاد العالمي العام القادم، وتؤثر أيضا على الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة. ومن الولايات المتحدة نتحول إلى الصين، حيث نفى البنك المركزي اليوم إصداره أي عملات رقمية، مؤكدا أنه لم يسمح لأي منصات لتجارة الأصول بالتداول بمثل تلك العملات. وقال البنك أنه لا يزال يدرس ويختبر عملته الرقمية الخاصة، مشيرا إلى أن جدولا زمنيا يجري تداوله على الإنترنت لطرح عملة رقمية غير دقيق. في بورصة طوكيو للأوراق المالية، هبط المؤشر نيكاي القياسي بعدما أصاب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان محل ترقب شديد للمستثمرين بخيبة أمل، إذ لم يتضمن سوى تفاصيل قليلة عن تقدم محادثات التجارة مع الصين. وانخفض نيكاي بنسبة 0.85%، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55%، لينهي اتجاها صعوديا على مدى 6 أيام.
رئيس الوزراء يرحب باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية. والرئيس الأمريكي يشيد بأداء بلاده الاقتصادي ويؤكد أن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين بات وشيكا. ووكالة الطاقة الدولية تؤكد وتتوقع تباطؤ الطلب العالمي على النفط اعتبارا من 2025 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية. انتهت النشرة الاقتصادية المفصلة من النيل مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، ابقوا دائما معنا النيل الأقرب إليه. تحياتي.